ما الغائب الأكبر عن كأس العالم منذ الانطلاقة الأولى عام 1930 وحتى اليوم، لكنه صانع أمجاد الفيفا ورؤسائها عبر اللبناني إلياس زكفور. ابن فرن الشباك الذي توفي منذ أشهر عن عمر يناهز 87 عاما، كان له اليد الطولة في إطلاق فريق سانتوس البرازيلي ونجمه بيلي، وكان الصديق الأول لنجم كرة القدم البرازيلي. بيلي بين وقت بلش يلعب بالبرازيل، وقت بلش يطلع فريق سانتوس مع إلياس زكفور، كان يطلع فريق سانتوس مرتين ثلاث مرات بالسنة يعمل برمي تور مع إلياس زكفور. وبوقتها انه بيلي بين من هالوقت هيدا بيلي كان صديقه، كان ما يرفض له طلب واللي زكور ما يرفض طلب لبيلي. الذكريات كثيرة بين بيلي وزكور، أبرزها ما حصل خلال زيارتهما إفريقيا. الخبرية بتقول وقت المصاب بيلي والعالم كله كانوا معلقين هونيك ببيلي، خاصة تبع أفريقيا، بقى بقوم شو بيعمل خيلياس، بجيب واحد من هودي اللي بيشبه بيلي، فتشوا واحد بيشبه بيلي، جابوا ولعبوا مطرحوا لبيلي، وعرفوا جماعة أفريقيا كلهم هيصوا كتير وقتها، قاموا القيامة بالحبل فكروا بيليه. إلياس زكفور عاشق كرة القدم والمشارك بأمجادها عبر العالم، ساهم مباشرة بصناعة رؤساء الفيفا. بانتخابات ال 74 كان صار له شي 30 سنة ستانلي راوس رئيس الفيفا، لتيجي تشيله كان مكمل فيها يعني، كان والدول العربية كان نصهم بالدنيا عرفت كيف، بس بمساعدة إلياس زكفور بالعلاقات اللي كانت عنده اللي نجحته لجوان أفلانش، كفى بلاتر على سياسة جوان أفلانش مع زيت الأصحاب اللي هو كان أكثرون إلياس زكفور، يعني طبعا كان ساهم بوصوله لأنه كان له إيد بالفوتبول العالمي يعني. ولزكفور صداقات كروية وصلت إلى مختلف أصقاع الأرض. كان خاله قوي بالفيفا، بتذكر كل المسؤولين بالاتحاد اللبناني هون بالفوتبول وبآسيا كان يأمن لهم يحضروا المتوشة. أنا عام 2006 كان إلي شانس جاب لي ديتي بيه ورحت حضرت المونديال، كنت قاعد معه بالأوتيل، كان معه ساب بلاتر رئيس اتحاد الفيفا، وكان معه فرانس باكنباور تبع ألمانيا، كان كل صداقاته كتير قوية. لم تبدل سنين الغربة من تعلق زكفور بجذوره اللبنانية، وهو الذي قال بحسرة عند إخفاق المنتخب اللبناني في الوصول للمونديال البرازيلي: شو قصتكم ما عرفتوا توصلوا لعنا على البرازيل؟ لكن زكفور كان يعرف الجواب ويعرف كل ما يجري بكواليس كرة القدم اللبنانية.